شوطنا الخامس للأبكار اللقايا المحلية الأصايل. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنجيد الطيارة من تأتي مع الصدارة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي من يقدم لنا الطيارة مع الصدارة والقيادة. ثاني المراكز عجايب محمد بن عبد الله بالبادي الظاهري من يقدم لنا عجايب مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثالث تجمع من الأبكار الأصايل مع الصدارة. ثالث المراكز من تاتي هناك الحق تعود الملكية سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي من يقدم لنا الحق. رابع المراكز اللي في المركز الرابع الفائز ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم هذا الاسم وتغير مشاهدينا الكرام إلى المركز الثالث. خامس المراكز تذكار للدكتور سعيد سالم الشيخ من يقدم تذكار مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس. سادس المراكز سمحة غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبي من محتل مع المركز السادس. المركز السابع هناك العنقهية سالم بن دويس بن علي الخيلي من يقدم العنقهية مع المركز السابع في هذه اللحظات. ثامن المراكز القادمة شواهين عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري. وفي تاسع المراكز هملولة سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي من يقدم هذا الاسم بن حاسوم مع المركز التاسع. وعاشر المراكز وختام النداء الاول تتقدم في هذه اللحظات سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا النتيجة هكذا النتيجة والنداء الاول للقايا المحليات الاصايل شوطا لا يقل أهمية. نعود الى مقدمة الشوط نعود الى المركز الاول الى الطيارة هي من تقلع مع الصدارة ولكن اللي غيرت مع المركز الاول. يا سلام بهذا التقدم الممتاز هناك عجايب عجايب من تاتي مع المركز الاول منفردة مع الكادر العلوي ويقدمها لنا بالبادي محمد بن عبد الله بالبادي الظاهري يتقدم ابو عبد الله الجموع مع الصدارة ومع مقدمة الشوط يقدم لنا عجايب مع المركز الأول. ثاني المراكز الطيارة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي محتل مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز الفائزة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني. يلحقه تتقدم مع المركز الثالث غيرت في هذه اللحظات واحتلت المركز الثالث. الحق تعود الملكية سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي من يقدم لنا ابو مبارك هذا الاسم ويقدم لنا الحقه. ولكن من الجانب الاخر تذكار للدكتور سعيد سالم الشيخ من يقدم تذكار غيرت واحتلت المركز الرابع. خامس المراكز من تاتي مشاهدينا الكرام هناك الفائزه تعود الملكيه من يقدم لنا الفائزه ناصر بن عبد الله بن احمد المسند تتقدم مباشره الى المركز الخامس. وفي سادس المراكز شواهين عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري غيرت واحتلت المركز الخامس. القدوم احلى والوصول في هذه اللحظات من هملوله سلطان بن خليفه بن حاسوم الدرمكي من يتابع الانطلاق والمسار ابو خليفه تابع يا هادي بكل هدوء لهذا الشوط من اجل الفوز والناموس والانتصار القادم الواصله من الجانب الاخر. تنطلق مباشره في هذه اللحظات ارى اللي هي سمحه غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبي ومن القدوم الوصول العنقهيه سالم بن دويس بن علي الخيلي. وفي هذه اللحظات تاتينا زهور اول اذاعه لزهور وصلكم بو عيسى الفلاحي يقدم لنا مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي زهور مجموعه من الزهور ونواميس هذا الشوط في هذا الصباح. راعي نقله قادم يتقدم في هذه اللحظات سهيل بن محمد بن ذويب العامري ويقدم لنا الهده وهي من هده من اجل الناموس والفوز في عاصمه الميادين. هكذا النتيجه. نعود الى مقدمه الشوط نعود الى سكان المقدمه الى التجمع من الابكار المحليات الاصايل لنعود مع البدايه لنعود مع الصداره مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول من سيطره مع المقدمه الكيلو ونصف الكيلو ومقدمه الشوط شواهين مجموعه من الشواهين
تتقدم هذه الانطلاقة مشاهدين الكرام، يقدمها عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز الحقة سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي يتقدم بمبارك مع المركز الثاني، ويقدم لنا الحقة المركز الثالث هملولة سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز الطيارة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، يا سلام، ولكن تذكار للدكتور سعيد سالم الشيخ قادم بكل قوة، وصلكم رعي نقلة قادم بنبوته يتقدم مشاهدين الكرام، ويقدم لنا الهدة سهيل بن محمد بن ذويب العامري، يا سلام. هكذا الأسماء، ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع الحقة. الحقة الحقة هي من سكان المقدمة، هي المسيطرة، هي الأقرب للفوز والناموس. حتى هذه اللحظات يقدم لنا هذا الشعار سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، ولكن يا بن حمدش واصلها الأسماء، الكل أطلق العنان، الكل صدر أوامره من أجل الفوز والناموس. المركز الثاني هملولة هملولة هملولة، تعود الملكية سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي قادم هنا بن حاسوم، يقدم هذا الاسم، يقدم هذا الشعار. المركز الثالث الهدى تعود الملكية سهيل بن محمد بن ذويب، والقدوم والوصول من زهور مطر بن عيسى الفلاحي، ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع الحقة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، هناك هملولة هملولة والحقة، الحقة وهملولة هملولة هملولة. هنا بن حاسوم بن حاسوم أعلن حضوره مع هملولة، يا سلام. هناك هادي المشايخي، أشكرك يا هادي المضمرين، ما في هدوم على الأمتار، أشكرك يا هادي، أشكرك يا بن حاسوم، سلام الدرمكي، سلام على هذا الإبداع سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. وأشكرك يا هادي المشايخي من تابع الشعار وهملولة مع الفوز والناموس. ثاني المراكز الحقة سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي، المركز الثالث زهور تعود الملكية مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي، المركز الرابع هناك مشاهدين الكرام الهدى سهيل بن محمد بن ذويب العامري، وخامس المراكز من أتت شواهين عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري. هكذا النتيجة، نذهب مع التوقيت الزمني، وأثناء وصول هملولة معلنه الفوز والناموس مهدي سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي هذا الفوز والانتصار، ومهدي هادي المشايخي هذا الإبداع. 7 دقائق التوقيت الزمني، 36 ثانية 7 من الأجزاء، تهانينا والناموس. ثاني المراكز 7 دقائق 38 ثانية جزء واحد من الثاني اللي هي الحق سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، هناك مع التوقيت الزمني 7 دقائق 39 ثانية 9 من الأجزاء اللي هي زهور مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي، تهانينا والناموس. شكرا ابو سلطان، على بركه الله وتوفيق مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تعلن انطلاق